السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. اليوم إن شاء الله نبلش موضوع جديد اللي هو الريال فلويد فلو. قرض موجود عندكم ما؟ أستاذ موجود. أوكي، اليوم ناخذ موضوع مواضيع السابقة كلها. الفلو اللي كان عندنا هو مو ريال، يعني مختصر مفيد، كنا ناخذ بس البريشر فورس والجرافيتي فورس. بالريال راح تنضاف قوة أخرى اللي هي الشير ستريس أو الشير فورس أو الفيسكاس فورس، قوى اللزوجة. فعندنا بيزك فورس أكتينج أون ذا فلويد إز حالة الريال فلو شير ريزيستانس فورس، قوى القص أو مقاومة القص اللي هي الشير ستريس، وهذه القوة بالنسبة للفيسكوزيتي اللزوجة. هذه معادلاتنا السابقة، ما كنا ناخذها، كنا ناخذ فلو عادي. هسه الريال فلو ياخذ الفيسكوزيتي بنظر الاعتبار. بعدنا قوى الضغط اللي هي الضغط على المساحة، والجرافيتي اللي هي السرعة العادية أو الاكسلريشن الجي، وراح ناخذ القوة الأخرى اللي هي الشير ريزيستانس فورس. الفيسكوس فورس بتوين لاير أور بتوين فلويد لاير أند باوندري، بين طبقات الفلويد نفسه أو بين طبقات الفلويد والباوندري، يعني الجدار الموضوع به هذا الفلويد. نوت، يعني ملاحظة، هاي القوى these forces are in addition to، إضافة إلى القوى اللي أخذناها مثل ما ذكرنا قبل شوية. إذا إحنا عندنا قوى البريشر وقوى الجرافيتي، ونضافت لنا قوى الفيسكوزيتي. هسه ناخذ هاي الثلاثة بنظر الاعتبار. نجي نسوي توصيفات للفلويد. الفلويد إما يكون عندنا ايديال فلويد اللي هو انفيسيت فلويد، هذا نو فريكشن افكتس، ماكو اي تاثير للاحتكاك، وما بي فيسكوزيتي، يعني فيسكوزيتي ما موجوده بهذا الفلويد، هذا نسميه الايديال، هذا ذكرناه محاضرات سابقه. إذا الفلويد إما يكون إيديال وإما أن يكون ريال، والحقيقي هو الريال والموجود هو الريال، أما الإيديال هو مختبري. يعني ناخذ إيديال حتى نقلل المعادلات حتى يكون الحل بسيط، ولكن الحقيقة هو الفلويد كله ريال. الريال هو الفيسكوز فلويد، فلويد البي لزوجة. إذا there are shear or friction force، shear قص أو احتكاك. الفلو إما يكون عندنا internal flow، جريان داخلي، يعني الباوندري من خارج هو يجري داخل مثل flowing pipe، وإما يكون external flow، الجريان يكون خارج، يعني جريان على flat plate، على صفيحة أو على airfoil، على جناح، على طيارة، على صاروخ من برا، هذا external.
أما من يصير الجريان داخل، يصير internal flow داخل بايب، داخل دكت، داخل channel، داخل wind tunnel، هذا كله internal flow. الخارجي هو الاكسترنال فلو. الريال بيه انواع، تايب اوف ريال فلو ان بايبس تخصيص هنا، اما يكون لامينار، واللامينار هو الطباقي يعني طبقات تمشي منتظمة ما مضطربة، جريان عادي يكون بالرينولد نمبر 2100 وجوه، 2100 وأقل هو لامينار فلو. والرينولد أخذناه قلنا هو ميو الفيسكوزيتي على رو في ال، هذا الرينولد. هذا الفلو من نشيك الرينولد ماله، شوف السرعة، شوف الطول، density، dynamic viscosity، نشيك ان طلع لنا اقل من 2100 هذا نقول على لامينار فلو. اكثر هو التوربولنت، والتوربولنت هو المضطرب، والفلو نسبته بالطبيعه المضطرب هو اعلى شيء، واللامينار حالات خاصه، حالات خاصه. الفيسكوس فورس is more dominant. إذا باللامينار قوى اللزوجة هي المسيطرة أو هي الطاغية على الجريان، ولهذا شوفوا منتظم يعني طبقة لازقة على طبقة، اللزوجة عالية ولهذا يكون ما مضطرب منتظم. أما بالتوربولنت لا، الانيرشيا فورس، الانيرشيا استمرارية، كل طبقة كل جزيئة ماخذة راحتها، فهنا يكون الانيرشيا فورس هي المسيطرة أكثر. فور بايبس للأنابيب عندنا كريتيكال رينولد نمبر، هذا الكريتيكال رينولد نمبر يكون 2100، أرقام بسيطة للاطلاع. للبارالل بليت عندنا بليتين متوازية وجريان بنصهم يكون 1000، وعندنا شانل قنوات مفتوحة 500، وعندنا شكل سفير اللي هو الكروي رينولد الكريتيكال هو 1. هذا توصيف للفلويد، انواع الفلويد وانواع الفلو. هذا ايديال فلو، هذا الرسم، هذا الايديال يعني مو حقيقي، ماكو جريان هيك مرتب كله قصة واحدة يجري داخل بايب، هذا شكله يكون. هذا لم نعرف له، هذا الطباقي. شوف هنا عند الجدار السرعة صفر، هنا صفر، وهنا تبدي تزيد، تبدي تزيد إلى أن نصل إلى السنتر. إذا هذا البي سي سرعة الفلو بالسنتر مال الجريان يكون أعلى شيء، لأنه ماخذ بايب وراسم بهاي النقطة أي، يتخيل الجريان اللامينار خط، ترانزيت هو مرحلة الانتقال من اللامينار إلى التوربولنت، والتوربولنت هذا شكله يكون مضطرب 100%، السرعة ما ثابتة، كل جزيئة بها سرعة،
فيكون اضطراب قوي بها. هسه نجي نشتق لنا قانونيا ثلاث، لأن هن اللي يفيدنا بالموضوع. هسه نجي على calculation of head losses، هذا اتش ال، هذا تكرر عندنا عدة مرات. الهيد لوسز، خسائر الهيد الارتفاع. هنا اكتب لك اكسبيرمنتال وهنا اناليتيكال. في الاكسبيرمنتال قال البريشر دروب او التغير بالضغط، قد نعم قبل هذه، يتناسب مع نصف رو في سكوير ومع الطول وعكسيا مع الدايمتر. طول البايب مثلا مع الدايمتر مع البايب. بعدين قال الدلتا بي هذا النسبة حولها إلى ثابت، الاف اللي هو الفريكشن فاكتور نصف رو في سكوير ال على دي. البي ان الضغط هو شو يساوي لنا؟ جاما ال، بي هو جاما بي ال. الجاما هاي والال هو الهيد لوسز، نفس القانون يساوي لنا هذا. إذن ال HL يساوي الفريكشن فاكتور في سكوير على 2 جي، من أدخل هاي هنا طلع لي دارسي كويجن، هاي هم أخذناها مو جديدة. وال F هو فريكشن فاكتور ودايمنشنلس، ال HL هو الهيد لوسز بالمتر، والاف ما بي وحده دايمنشن ليس، والدلتا بي هو بريشر دروب بالباسكال. هذا اكسبيرمنتال. من نجي على اناليتيكال راح منين؟ من قانون لو اوف موشن اللي هو المومنتوم، قانون الزخم، قانون الزخم او ثيرموداينامك لو، لأن الهيد لوسز يتناسب طرديا مع التغير بالانترنال انرجي اند هيت انرجي. فال اتش ال هو اف الانترنال ولل هيت انرجي، دول الاثنين. واضح هذا الحكي؟ لحد الان ماكو شيء جديد. حد عنده استفسار؟ استاد الاتش ال سواء اف في اليو في الاتش لو في ال، لا اتش هذا هيت انرجي، هذا اتش ما بالله؟ ايه اتش هذا دحك طلع. اوكي استاذ اوكي. ايه هيت انرجي مثال. نجي نشتق، عندي فلو داخل قناة، أنا بايب، البايب خذت منه كنترول فوليوم. البايب أولا بزاوية ثيتا والطول ماله دي ال والارتفاع ماله عن الداتم ليفل هو دلتا زد. المحاور ثبتت اني دلتا اكس او اكس واي، الاكس مع اتجاه الفلو والواي عمود. ديت قلت عندي هنا في البداية عندي فيلوسيتي وعندي بريشر وعندي كروس سكشن اريا، بالوسط عندي ام جي وزن ويت، بس هذا بزاوية.
تحلله إلى مركبة عمودية ومركبة أفقية. المركبة الأفقية هو أنا راح أشتغل عليها اللي هي ام جي ساين الزاوية، ام جي ساين الزاوية. عندي هنا بالإكزيت اللي هو رقم 2 البي راح أصير بي زائد دلتا بي، والسرعة راح أصير بي زائدا دلتا في. وعندي هنا شير ستريس، عندي قص يعني إجهاد. أجي هنا أفصل اف 1 هي شني؟ البي في الأي، بي في الأي ضغط على الكروس سكشن اري على هاي المساحة، هذا سميته اف 1. اف 2 نفس الشيء، البي زائد دلتا بي، هاي مضروبة في المساحة. الفي 1 هي الانليت، والفي 2 هي البي زائدا دلتا بي. الاي اس هذا السيرفس اريا، الاي اس هو السيرفس اريا، والسيرفس هو مساحة البايب الجانبية، المساحة الجانبية للبايب. بينما الاي هو الكروس سكشن، مساحة الوجه مال البايب، وجه البايب الانلت او الاوتلت، هذا يسموه كروس سكشن. من تقصه بايب طويل تقصه هذا المقطع يسمى كروس سكشن. الكروس سكشن هو اي هذا، اي هذا هو الكروس سكشن، هذا الكروس سكشن. بينما السيرفس اريا هي هذه جانبية كلها تفتار نهاية، تصير هاي الكروس سكشن اريا تطلع على شكل مستطيل. عندك بايب تفتح البايب تقصه تفتحه صار مستطيل، المحيط ماله هو العرض وطوله معروف دلتا اي. فالاي هو كروس سكشن اريا، والاي اس هي السيرفس اريا، ساين ثيتا هو المقابل دي زد على الوتر دي ال، الكتلة هي الكثافة في الحجم، كثافة رو في الحجم، كروس سكشن اريا مساحة القاعدة في الارتفاع طلع على الحجم. سأجي أطبق قانون لاهو مومنتوم، حصلت القوة summation of forces يساوي للتغير في الزخم rate of change in momentum. أجي أكتب القانون summation of forces يساوي لي rho q v2x ناقصا v1x، يعني إذا الإكزيت ناقصا الإنليت. أجي أجيب القوة اللي عندي، عندي قوة، أول قوة هي الـ PA، ثاني قوة هي P زائد دلتا PA، وهذه عكس محور الـ X أنا مثبته، هذه مع المحور زايد، هاي عكس المحور ناقص، عندي قوة الوزن عكس المحور هم ناقص، وعندي الـ Shear Force هم تأثيره عكس محور X هم ناقص. إذن هاي كل القوى اللي عندي، قوة الضغط، قوة التعجيل، وقوة القص. شو يساوي لي؟ رو كيو الفي 2 قلنا هي في زائد دلتا في ناقصا في اكس 1 عندي هي الفي. أجي أبسط، هاي راحت معها دلتا بي، بقالي هذه رو اي
يعني هذا اللي محولته قلناها قبل شوية، إن الام شو تساوي لنا؟ هذه رو اي دلتا ال، الام هي رو اي دلتا ال، جبتها رو اي دلتا ال مضروبة في الجي، والساين هم قلنا هي الدلتا زيت على الدلتا ال، وعندي هذه القوة، قوة القص هي شير ستريس في الاريا. شوف هذه يا اريا، هاي سيرفيس اريا، يعني تأثر على الكل، على كل الجدار، مو الاي اي اس، لأن تحتك بكل بالمساحة الجانبية للبايب كله. القوة تساوي لي ضغط، هاي وحدة الضغط، هذه التاو هي وحدة الضغط في الاريا، بس مو تأثيرها مو على الكروس سكشن، مو على الانلت والاوتلت، لا تأثيرها جانبي على المساحة الجانبية، يساوي لي رو هذه الكيو اي في اي، هذول قسم عاد وبسط هذه رتبها بالأخير، هذه رتبناها ترتيب آخر، حولنا هذا الجزء هنا غيرنا الإشارات طلعت لي هذه، هذه إذا تحبون عليها برنولي، لأن سويناها دلتا بي على روجي اللي هي جاما، فبي على جاما زائدا في سكوير على 2 جي زائدا دلتا شنو زيت، هذا معادلة برنولي اللي تساوي لي الهيد لوس، هي تساوي هذا جبناه، وتساوي لي الهيد لوس. إذا هذا طلعت، أنا هسه طلعت الهيد لوسز بدلالة شنو؟ دلالة الشير، بدلالة الشير ستريس. إذا الهيد لوسز يعني هذا المعادلة، كل هذا الاشتقاق مالي طلع عندي هاي المعادلة هيد لوسز بدلالة التاو، تساوي لي تاو على رو جي مضروبة في اي اس المساحة الجانبية على مساحة المقطع، طلعت عندي هذه المعادلة. هسه واضح هنا اشتقاق عادي بسيط ما بي شيء، واضح شباب؟ قناتك واضح استاذ، واضح. اوكي هسه يقول لك فور سيركولر، من عندك سيركولر بايب نفس القانون تاو على روجي، بس انا يعني شخص شوف المساحات هذه الاي اس والاي، الاي اس والاي حولها، الاي اس كنا هي مساحه جانبيه، والمساحه الجانبيه تحولها الى على شكل مستطيل، يعني البايب من تفتحه بصوا على الطول راح يصير شكل مستطيل، بي طول وبي الطول ماله ال، وبي عرض، العرض هو المحيط، القطر في النسبة الثابتة 2 ار في باي، هذا العرض في الطول، طلعت عندي الاي اس، بينما المساحة الكروس سكشن مساحة المقطع نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة، فاجي ببساطه الباي مع الباي والار مع التربيع، بقى عندي تاو رو جي 2 ال فوق والار جوا، رتبها ترتيب النور، حولها كلها بدلاله الدي، الار هو دي على 2، 2 صعدت فوق هاي صارت 4، فتاو رو جي 4 ال على دي، هذا وين؟ هذا فور سيركولار باي. إذا هذا الهيد لوسز بدلالة التاو، دلالة التاو طلعا،
وعندي هيد لوسز ان فلو ان فلويد فلو ات اني لينث. هذا مالتنا هذا المشتقين القديم. فصار عندي اثنين، واحد هذا وهذا الثاني الاصلي هذا الدارسي. هذا اف بي سكوير على 2 جي ال على دي، وهذا بدلاله من عندي ريال فلو وعندي شير فورسز استخدم هذا. هسه نجي نسوي تحليل للامينار فلو ام بايب، نجي نشوف نرسم بايب ونرسم بروفايل للسرعة اللي هو هذا، وبروفايل للتاو للشير. شكل السرعة راح يصير بهذا الشكل بارابولا. عندي السرعة هنا بالسنتر هذه أعلى سرعة اللي هي في سي وتساوي في ماكس. السرعة الأخرى كلما ابتعدنا عن السنتر واتجهنا إلى الجدار تقل، إلى أن نصل عند الجدار السرعة صفر. هاي يسموها نو سليب كونديشن. السرعة هنا تقريبا صفر. عندي الدايميتر مال هذا البايب هو دي، عندي نصف قطره ار، وعندي الار تتحرك من السنتر على الجدار. هذا الار يعني هذه متغيرة، الكل في اكو ار. اذا هاي سميتها 1 هذه ار 1، واذا هاي سميتها 2 هاي لها ار 2. بينما الواي تتحرك من الجدار الى السنتر، يعني وحدة طول متغيرة، هذه من الجدار للسنتر والآر من السنتر للجدار. وهذا هو البروفايل توسيع شلون شكل السرعة داخل البايب. نجي على شكل القص الشير ستريس، شلون شكله؟ القص يكون بالجدار أعلى شيء بعكس السرعة. أعلى قص هو بين طبقات الفلويد وبين الجدار الباوندري. فالتاو هنا تساوي تاو نوت وتساوي تاو ماكس. كلما اتجهنا إلى السنتر شو يصير بها؟ تقل. إلى أن نصل السنتر تكون هنا صفر. الواي نفس الشيء، تغير طول باتجاه السنتر، والآر تغير طول من السنتر باتجاه الجدار. إذن هذا توزيع في حالة اللامينر. يكون عندنا شكل السرعة هذا وشكل الشير ستريس هو هذا. يجي هنا عاد يبدي يشتاق، يعني احنا راح نشتاق ونكمل حتى نصل الى شيء اسمه، اذا تذكرون قلنا الفريكشن فاكتور الاف حالة اللامينار شيء يساوي لنا 64 على الرينولد. على الرينولد نمبر. وراح نشتاق ونكمل هذا حتى نثبت بأن هذا الفريكشن فاكتور 64 على الرينولد. هسه ناخذ، يقولنا ناخذ بنظر الاعتبار حتى نشتاق، ان الديستريبيوشن سيمتريكال مال السرعه. ومال الشير ستريس ايضا سيمتريكال، يعني ما مختلف من النص من السنتر الى الجهه العليا
هو نفسه من السنتر إلى الجهة السفلى، يعني متماثل على الجانبين. فلازم عندي تماثل للسرعة وتماثل للشير ستريس، وعندي نو سليب كونديشن أكيد. السرعة على الجدار هي صفر، إذن البي تساوي زيرو آت وول، والتي نوت تاو نوت هو ماكس شير آت وول، هاي هم ذكرناها. والتاو هو شير ستريس آت أني راديوس، يعني عندي تاو واحد وتاو اثنين وتاو ثلاثة وتاو أربعة، هاي كلها عندي حسب الطول R. هسه حتى نوجد الـ velocity distribution in a laminar flow، قلنا الـ R at wall، الـ R تساوي لي الـ R الكابيتال. هسه هاي الـ R صغيرة، عندي الجدار تساوي لي الـ R الكبيرة. والواي آت وول شقد تساوي لي؟ صفر. إذن عندي الجدار الآر هي فول، صارت آر كابيتال نص القطر، والواي عندي الجدار هي صفر. بالسنتر لاين العملية بالعكس، بالسنتر لاين هنا الآر صفر، لأن هو يبدي من السنتر لاين الآر، بينما الواي يبدي من الجدار إلى أن يصل إلى السنتر لاين، هو صار مقداره آر كابيتال الراديوس كله. فصار عندي الآر أتول تساوي آر كابيتال الراديوس، والواي صفر. بالسنتر لاين الآر الصغيرة هي صفر، بينما الواي تساوي للآر الراديوس أوف باي. إذن الـ R الراديوس هو Y زائد R small r، هذا ثابت، هذا ثابت، بس هذا متغير وهذا متغير. إذا اشتقوا اشتقت الثابت صفر يساوي لـ dy زائد dr، إذن الـ dy يساوي ناقص dr. هذا ما استفيد منها بعد. قانون الشير ستريس ماخذين كورسات سابقة، هو ميو دايناميك فيسكوزيتي مضروبة بالسرعة على الثيكنس، على الثيكنس دي في على دي واي، هذا قانون شير ستريس. إذا التاو هنا at any radius بأي مكان هو نفس القانون. إذا نجي نسوي تطابق مثلثات R على R، عالرسم إذا نسوي تطابق مثلثات R نص القطر على الآر المتغيرة يساوي التاو كلية على التاو المتغيرة. هذا linear distribution of shear stress. آر على آر صغيرة، آر هذه الآر كلها، هاي الآر كلها على أي آر، نفرض هاي الآر أو هاي الآر، شو يساوي لي؟ هذا الضلع على هذا الضلع، عندي مثلثين، الكبير هذا كله
هذا يطابق هذا صغير، فالضلع هذا كله على الضلع مال صغير يساوي للقاعدة هاي مال المثلث على القاعدة مال هذا المثلث، تطابق مثلثات. هذا ما أخذي. إذا صار عندي أطلع الشير ستريس آت أني راديوس من هذا يساوي لي شير ستريس آت وول مضروب في الراديوس المتغير على نصف القطر الثابت. أجي أعوضه هذا هنا، راح يطلع لي، راح يطلع لي هذا. طلعت لي هاي المعادلة. أني أريد أشتق السرعة، يعني أنا أريد أطلع السرعة، فأطلع الدي في خارج يساوي للبقية وأكامله، أكامله من السنتر للجدار، من السنتر للجدار. الدي في بالسنتر هي في سي، وبالجدار هي في، والدي ار هي بالسنتر صفر إلى الار ات اني ار، وهنا في سي بالسنتر إلى أي سرعة أخرى، أي سرعة أخرى باتجاه الجدار. أجي كامل، شو راح يطلع لي؟ في ناقص في سي، يعني راح يطلع لي ار تربيع على 2، هذه ناقص تاو، هذه ثابت، هذا طلعوا خارج التكامل، فينزل نفسه ناقصا تاو نوت ار يو، صار عندي ار سكوير على 2. هاي طلعت عندي معادلة رقم 1. واضحة لهنا شباب؟ حد عنده سؤال؟ لا دكتور ماكو شيء. خير ان شاء الله. نكمل. قلنا ات ار يساوي نوت الفي تساوي الفي سي، هاي متفقين عليها، وعندما الار تساوي ار كامله احنا بالجدار، بالجدار الفي تساوي صفر. هذه ندخلها على المعادله 1، خلصنا من الفي تساوي لي صفر، وخلصنا والار صغيره صارت ار كبيره. للمعادلة 1. هسه طلعت لنا هاي المعادلة، الناقص راح مع الناقص، طلعت لي هاي المعادلة رقم 2. كل شيء ما سويت، هي معادلة 1 مجرد عوضت عن الار بالار الكبيرة وعن الفي صفر. ليش؟ لأن بالجدار عوضت هذول، طلعت لي معادلة 2. هسه نجي سبستيتيود كويجن 2 ان 1، هاي الاثنين اروح اوديها على 1، اروح اشوف الواحد شني، هاي الواحد اعوض عن البي سي واشوف. اذا في هاي البي، البي سي هي هذه، تساوي لي معادلة 1، الطرف الأيمن للمعادلة 1. أجي أبسط كل، أطلعها كلها بدلالة الفي. إذا الفي إيش طلع لي بعد ما بسطته؟ طلعت التاو على 2 ميو خارج قوس، بقى عندي آر ناقصا آر المتغير سكوير على آر نص القطر الثابت.
بعدين بسطها انه طلع الار خارج قوس صفته بهذا الشكل. هذا هو في سي. تعال هنا يقول لك تاو نوت ار على 2 ميو هو الفي سي. اذا الفي ات اني بوينت او ات اني راديوس تساوي السرعه ات سنتر مضروبه في هذا القوس. اذا velocity at any layer of radius r بأي طبقة من الطبقات باستثناء السنتر والجدار. بالسنتر أعلى سرعة هي vc وبالجدار هي صفر. إذا السرعة تساوي السرعة اللي بالسنتر مضروبة في القوس اللي هو واحد ناقصا الراديوس المتغير على الراديوس الثابت. بس نجي على فلوريد. عندي هذا الام سيركولار بايب وعندي هذا الدايميتر ماله ار البايب وعندي دي ار ارتفاعه دي ار. فالكيو نعرفها الكيو في اي. الكيو هي في اي. اطلع الدي اي. ايه هذه الدي اي؟ هاي اللون الأزرق. شلون أطلعها؟ القطر في النسبة الثابتة طلع للمحيط. أفتح البايب بطول دي آر. إذن دي آر في المحيط. دي آر في المحيط طلعت لي المساحة الجانبية. أجي أقول الكيو شو يساوي لي الكيو؟ هو في أي. بس انا ماخذ شريحة في دي اي سوي له انتقرال من صفر الى ار نص صفر الى نصف القطر. الفي انا طلعته قبل شوية هذا الفي. الفي شو تساوي لي؟ تساوي لي هذا كله. قلنا هذا قيمة الفي مضروبة في الدي اي هم من صفر إلى R. إذن الكيو تساوي الانتقرال صفر إلى R تاو يعني ميو R. أطلع ال R طلع ال R ال R الجو هاي طلعته هاي صارت تربيع وهذه بقت R سكوير مضروبة في الدي أي. الدي أي احنا هاي قيمته طلعناها إن على شكل مستطيل نسويها نجيبها هنا. هسه ايش صار عندي؟ صار عندي الدي ار المتغير وكل شيء ثابت ما متغير اطلعه خارج الانتجرال. بقى عندي هذه هذه اسوي لها انتجرال اكاملها تي نوت باي هذا الار. هاي يصير ار سكوير على 2 هاي ار سكوير على 2 ار سكوير على 2 وهذا التكعيب يصير اس 4 على 4 والانتجرال مالي من صفر الى ار. اعوض عن كل ار بالار الكبيره راح تطلع عندي الكيو بدلاله الار الريديوس. طلعت عندي معادله رقم 3. واضح هاي؟ أكيد واضح. هسه نكمل. هسه الكيو نجي نكتبها بصيغة أخرى تاو نوت باي آر تكعيب آر تكعيب وننزل هذه باي على 2 ار تربيع باي على 2 ار تربيع وننزل ام
مكان التاو ونجزئها هاي التجزئة. ليش؟ حتى نطلعها بدلالة الفي، يعني هذا احنا طلعناه، هذا التاو نوت ار على 2 ميو هو في سي، حتى نطلع الكيو بدلالة السرعة. هنا يقول لك الكيو، الكيو هي شنو؟ مساحة في الفيلوسيتي. الفي هنا هي المين، المعدل، يعني لا الفي بالسنتر ولا الفي القريبة مثلا من الجدار، هي المين. فناخذ الفي هنا معدل، معدل السرعة، نعوض عن الكيو هنا بدلالة الفي مين، تساوي لي هذه الباي اللي هي هاي، واجي ابسطها راح تطلع لي الفي مين هي نصف الفي سنتر على 2. يعني حكينا هذا كله، ايش اثبتنا؟ اثبتنا ان السرعه معدل السرعه، يعني انا عندي بروفايل مال السرعه، البروفايل بي سرعه من الصفر الى الماكس، الصفر على الجدار والماكس بالسنتر، وعندي سرعه متغيره على طول الخط. فالمعدل مال هاي السرعه كلها من صفر الى ماكس، هاي نسميها المين فيلوسيتي، هذه تساوي لي اعلى سرعه على 2. هذا المن فور لامينار فلو، فور لامينار فلو. هسه نجي فور سيركولار بايب، من عندي بايب سيركولار، هذه من المعادله 3 from equation 3 هذه، وعندي ال HL بدلالة التاو هي هاي، والاريا هذه ارجعها الى اصلها اللي هي سيرفيس اريا على كروس سكشن اريا، والسيرفيس اريا قلنا هي القطر، القطر في النسبة الثابتة في L، والكروس سكشن اريا هي نصف القطر تربيع النسبة الثابتة أو باي على 4 في الدايمتر سكوير، فطلعت عندي هاي. إذا التاو نوت، التاو نوت أجيبها هنا، طلعت عندي بدلالة الهيد لوسز، دلالة الهيد لوسز. هاي المعادلة سبستيتيود إن إكويجن 3، أعوضها بالمعادلة 3. من عوض التاو نوت هذه بالمعادلة 3 اللي هي جاما اتش ال دي على 4 ال، ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي الكيو، طلعت بهاي الصيغة وابسطها، تطلع عندي الكيو بدلالة الاتش ال، دلالة الاتش ال. بس عندي الكيو هي شنو؟ في اي، في اي. اذا الفي شو تساوي لي؟ تساوي لي الكيو على الاي، والكيو هي هاي، اجيب هاي كلها هنا، هاي اجيبها هنا على الاريا، هاي الاريا باي على 4 دي سكوير، هاي راح يطلع لي هذا. اذا ال HL ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 32 ميو في الطول في المين فيلوسيتي على الجاما في الدايمتر سكوير. بس ال HL الاصلي انا ايش عندي؟ عندي فريكشن فاكتور L على الدايمتر V سكوير على 2G، اعوضها مكانها وابسط ومختصر مفيد راح يطلع لي الفريكشن فاكتور هو هذا اللي حكينا عليه 64 على الرينو. اذا احنا اشتقينا لللامينار فلو، اشتقينا السرعه، واشتقينا كيو، واشتقينا الفريكشن فاكتور. اذا طلعنا الفيلوسيتي
اللي هي المين، المين فيلوسيتي، وطلعنا الكيو وطلعنا الفريكشن فاكتور المن لللامينر، لللامينر لامينر فلو. هسه المحاضرة مالنا النظرية انتهت، المحاضرة النظرية انتهت. إذا حد عنده سؤال، استفسار، شيء ما واضح؟ لا دكتور ماكو شيء. كله واضح؟ دكتور بس بالنسبة للامتحان راح يصير حضوري إلكتروني. والله انتو حظكم، بس على الاكثر حضوري، على الاكثر. اليوم سألت على اساس دكتور عمود يقول ما دام الدراسة